Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear my students. Actually, in our book, in our seventh grade book, we should learn, or we faced three lessons talk about dictionary. And I tried my best to illustrate what is a dictionary. And I already show you e-dictionary, e-dictionary, electronic dictionary. أنا فرجيتكم قبل هيك على درس من دروسنا اللي هو القاموس الإلكتروني. لكن تكرر معنا موضوع الدرس الديكشنري ثلاث مرات. واليوم احنا لازم نتعرف فعلا what is dictionary. شو هو الديكشنري فعلا؟ Look here carefully. This is one version of dictionary. هذا نوع من انواع الديكشنري. And this is the smallest one. وهذا واحد صغير. ليش؟ لو لاحظت مكتوب عليه هنا هو مبسط للطلاب. اوكي؟ مبسط للطلاب. هذا قاموس مبسط للطلاب. لاحظ حجمه يعتبر قاموس بسيط لأنه في عندي قواميس more specific أكثر تخصصا منه وأكثر دقة منه زي قاموس الموعد المخصص عربي إنجليزي أو الموعد المخصص إنجليزي عربي. هذا النوع من القواميس ممكن تستفيد منه أنت كطالب. تمام؟ بيحتوي على القسمين، إما الترجم من عربي لإنجليزي أو الترجم من إنجليزي لعربي. Okay, and there are several types of dictionaries. في عندي مش بس الموعد، في عندي قواميس كثيرة، لكن المشهور منهم في من عربي الإنجليزي هو الموعد. But you can see Longman, for example. واحد من قواميس الممتاز ممكن Longman, but I don't know if there is a Arabic version. إذا في قاموس بترجم عربي إنجليزي أو لا أو إنجليزي عربي. لكن what I know is that the best one from Arabic to English is al-Mawrid. This is my knowledge. هاي معلوماتي. But I want to show you that example. هاي مثالنا على أحد القواميس. Now let's open it and see how to use it. Okay, as you see, we can use this dictionary from both sides. من الشقتين. ممكن نستخدمه as Arabic من هان. ممكن نستخدمه as English من هان. Okay? But I don't talk about any type of dictionary. أنا بتكلمش عن إنه كل القواميس ممكن استخدمها من هان أو من هان. هذا القاموس المبسط للطالب اللي بيحتوي على القسمين عربي إنجليزي أو بيتكلم إنجليزي عربي. لكن القواميس الأكبر من هذا فقط ممكن تستخدمه باتجاه واحد. إذا كان عربي إنجليزي يعني إذا بترجم لك من عربي للإنجليزي فمعناته هتستخدمه عربي من هان. لكن إذا بترجم لك من الإنجليزي للعربي يبقى هتستخدمه من هان. Okay? This is the first thing. The other thing, look carefully here. تعال تطلع عليها أنا كيف بنستخدم القاموس. إذا جينا باتجاه العربي بيبدأ إيش؟ بيعطيك حرف حرف. أ. وبعدين أول حرف أ بيعطيك الأ الهمزات. ائتلاف، ائتلافي، ائتمان. Look after that. طلع عليها بعدين. أعطاك أ ب. أ الحرف الأ بعد الأ إيش؟ ب. فعلى طول بيعطيك الكلمات اللي فيها أبا. بعدين بيعطيك الكلمات اللي فيها أبتا. ابتدع. ترتيب هجائي. فأنت إذا بدك تدور لها على كلمة مثلا أخ، فكيف حتدور؟ يبقى أنت حتبدأ من حرف الألف وبعدين حتدور على حرف الخاء. حتقول وين موقع حرف الخاء؟ طبعا هو موقع حرف الخاء حيكون بعد هاي اجتماع، يبقى هو جاي بعد الجيم. صح؟ بعد الحاء طبعا هاي اجتماع، هاي اجنبي، احتج، قربنا على حرف الخاء. تمام؟ حنقرب على حرف الخاء لانه هو ايوه يبقى عندي هاي احياء اختصاصي، يبقى اخ حلاقيها ها. يبقى حلاقي هاي اخ، هاي لاحظ هاي اخ اعطاني براذر فولو مان، هاي اعطاني اخ. طبعا لاحظ بعديها اعطاني ايش؟ اخت، اخاء. طبعا بعد اخ اعطاني اخاء ليش؟ لأنه بعد الخاء بيجي حرف الألف، فالترتيب هجائي. Just like in English, we can use it just like that. أو خلينا نرجع شوي بالعربي. لما نخلص حرف الألف يا جماعة بالعربي، معلش القاموس شوي عشان قديم بستخدمه من زمان، فهو في مشكلة. لكن تعال نخلص حرف الألف. هاي خلصنا حرف الألف مثلا، شو هيجيني؟ لسه حرف الألف ما خلصناهوش، ثواني. أيوة، ثواني. أجاني حرف الباء. لو يدور على كلمة مثلاً مثلاً كلمة ها نجيب لك ببغاء مثلاً،
يبقى انت بتتكلم عن باء باء، هو بيبدأ لك بالباء الف، هي باء بعدين بيقول لك باء لحد الان هي بائع، هي جاب لك ايش؟ بائع باء الف، تمام؟ بعدين بيجيب لك باء الف حاء، تمام؟ تمام؟ الان بيجيب لك لا تمشي تمشي لعد ما يجيب لك ببغاء، يبقى باء باء، بعد ما خلص باء الالف جاب لك باء باء، وبعد حرف الباء حيجي لك حرف التاء وكذا بالدور. يبقى انا بقسم كلمتي لما باجي ببحث باللغه العربيه بمسك الكلمه حرف حرف. طبعا لها قصه اللي ترجيع للمصدر ومش ترجيع للمصدر، انا بديش اتكلم هذا الموضوع، لكن نتكلم موضوع البحث. Now let's have a look to the side of English. نجي نطلع على جانب اللغه الانجليزيه. لاحظ English just like Arabic, it started with A. تبدا بحرف ال A. Okay? And look carefully. AP اعطاك AP بعد او شو بدالك A؟ قال لك هي حرف الاول في اللغه الانجليزيه وعرفها. A اداه تنكير، و A or an كذا، واعطاك بدا AA وبعدين بدا معاك AP. AP معناها بكالوريوس الاداب، تمام؟ ابيكا وبعدين اباك وماشي معاك. طب لو افترضت انا بدي كلمه زي كلمه بات، بات زي كلمه بات، وين هروح؟ Thank you very much. Okay. هروح حرف الباء لو ب، هدور هنا هذا قدام، حبتش امشي شوي شوي، بدي امشي هاي ب، هاي بات صدفت معي سبحان الله جبتها بات، لانه انا ترتيبي حيكون بي يو تي، هاي كلمه بات. طبعا لازم الاقي كلمه بات هان، هدور هان هلاقي كلمه، هاي كلمه بات، اعطاني كلمه بات وقال لي هي conjunction او preposition او adverb او noun، وقال لي معناها لولا ان، إلا أن، لكن، غير، سوى، فقط، مجرد استثناء. لاحظ وأعطاني أمثلة. For your help. But for your help. لولا مساعدتك. طبعا الشرطة هي صغيرة معناها أنه الكلمة مستخدمة. But for your help. لولا مساعدتك. لو جينا قلبنا الصفحة طبعا ما حيكمل في كلمات إلها علاقة في but. تمام؟ أوكي. طب لو جينا ندور على كلمة زي however. However. كيف؟ يبقى هنروح على حرف الاتش الأول. تعال نروح على حرف الاتش، تعال نروح على حرف الاتش، واحنا هاي حرف الاتش، لاحظت؟ هاي وصلنا حرف الاتش، وبعد حرف الاتش بده يجي لي حرف الاو، فانا سبحان الله فتح معي على حرف الاو لاني متعود على استخدامه. طب بعد الاو بدي اروح على الدبليو، انا بعرف انه حرف الدبليو بعيد في اواخر الكلمات، يبقى بدي اضل اقلب هاي عندي ها ها تمام، وبدي ادور على الاو، لاحظ هو الاو بعد الاس، والاو بعد الاس، تمام؟ هاي يو، هاي هاوس، هاي هاوس هولد، تمام؟ هاي الهاو، هاي هاو، يبقى وصلت لهاو انا، بعدين ايش يجيني؟ الاي، ها جا على طول هاويفا، شايف كيف جبتها؟ دورت حرف حرف هاويفا، كيفما، مهما، ومع ذلك، من ناحيه ثانيه، ولكن الى اخره. هذا هو استخدام القاموس، استخدام القاموس بمكنني، the use of dictionary give me the use of dictionary, I'm sorry for interruption. The use of dictionary gives me many opportunities to know what? Examples, meanings, and sometimes pronunciation. ممكن يعطيني المعنى والأمثلة وأحيانا اللفظ. And not one meaning, مش معنى واحد, many or a lot of meanings, معاني متعددة. Since any word in English can hold numbers of meanings, ممكن تحمل معاني متعددة الكلمة الواحدة. So dictionary helps us to do what? To discover what the meaning of this word in this context. هيقول لي المعنى في السياق. So dictionaries and how to use the dictionaries is very important for you as a student. And I believe you can buy a small dictionary or a brief dictionary specialized for students. And you can use it. Yes, sometimes you can use your mobile. تقدر تستخدم جوالك أحيانا. But I still don't believe that mobile is the best thing. برامج الموبايل أنا ما أعتقدش إنها الأفضل. I believe that the best thing till now is your paper dictionary. So thank you very much.